تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من نقاش كروي. قبل فتره كنت انا وصديقي قاعدين وبنحكي بنحضر مباريات، فقال لي يا اخي طب عملنا نقاش كروي عن هذا الموضوع، صديق اسمه احمد. المهم الموضوع بسيط، احنا بنحكي العرب دائما احنا عندنا معلقين مميزين جدا مقارنه بالغربيين، يعني مش باللاتينيين، بالغربيين احنا عندنا معلقين حماسيين، اشعار على قصص على امثال على حكايات، شيء ممتع. يعني إذا المباراة مملة بتركز مع المعلق، إذا المباراة حلوة بحميك أكثر المعلق، وبعض المعلقين بياخذوا المباراة من 7/10 ل10/10. بس في سؤال، شخصيات البشر مش واحدة، يعني الآن خلينا نحكي صار معظم المعلقين عندهم نفس الستايل، اللي هو بعض المباريات أنا ممكن أشاهدها مع فريق صغير عم بيلعب ضده فريق كبير، ما أعرف اسم لعيبة الفريق الصغير، ما يتذكرش أسمائهم أثناء لما تكون معهم الكرة، لانه لما تكون محمل الكره بيكون المعلق عارف ان هاي مش هجمه خطيره لانه هذا فريق مستحيل يصنع فرصه، فبيبدا يصير يحكي قصص قديمه ومصطلحات اجنبيه من هون لهون لهون لهون، فبس بينسى المباراه. بس بالاخير بتطلع من المباراه بتكتشف انك انت طب والله مين كان مهاجمهم هذول، مين كان لاعب وسطهم. فالسؤال هو في القضيه هون انه هل احنا بنحتاج بجانب هذا النوع من المعلقين اللي شعبيته طاغيه 100% ومفيد جدا 100%، عشان اكون واضح يعني عشان الناس ما تفهمني غلط، هل محتاجين معلق هادئ يعني على غرار المعلق الإنجليزي اللي احنا بنعتبره ممل؟ لكن في شخصيات بشر بتحب الهدوء، وبعض الأحيان انت بيكون مزاجك يا أخي خلص يعني بتروح من شغلك من جامعتك من كذا بيكون راسك مدوش، فبدك هدوء، بدك واحد يقول توني كروز، لوكا مودريتش، لوكا مودريتش الذي سبق له اللعب مع توتنهام، وبهذه الطريقة بس بهدوء خلص عرفت اللعيبة وخليني أحضر، ما في داعي ندخل بالتفاصيل الكتيرة عن تاريخ اللاعب وقصص تاريخ النادي وأبصر مين، خلينا مركزين بهدوء بصوت هادي. هل احنا محتاجين لهذا المعلق الهادئ كطرح آخر بجانب المعلقين اللي ستايلهم طبعا العربي، معظمهم ستايلهم لاتيني أكثر من انه ستايل غربي؟ فشو رأيكم بالتعليقات احكولي، والسلام عليكم ورحمة الله.